في النظر موضوع الدائرة القانونية بوزارة الداخلية. نعم. اللي هي تعاقدت وهي لأن الدولة حصل عليها وعلى المواطنين، المفروض هي التابعة تخلي عن طريق شخص يتابع الموضوع يوكله محامي يوكله سفارة. نعم. بتنفيذ قرار واستعصال الدين اللي تم حكمه وتحويله للخزينة المالية للدولة. طيب أستاذ شو اللي يقدر يخلي هاي القضية هي قضية رأي عام؟ يعني هو المواطن خطية قاعد يعني هو احنا نريد ننصح المواطن عن طريق الخبرة اللي عندك. هي المشكلة انه المواطنين اصبحوا متشتتين حاليين بينهم، فالمفروض تتولى المنظمات الحقوقية. نعم. الى متابعة افضل يروحوا الى اي من اي اتحاد حقوقيين العراقيين. نعم. الى نقابة المحامين السيد الصدر الأعظم هالمجال يساعدهم بهذا الموضوع. يعني يقولون يفوت دعوة قضائية. يفوت دعوة قضائية حاولين، بس هاي هذولها هذول تعبانية هذول مصاريف قضائية. يعني توكيل محامي او اكو احد رجعوني والله بستعد اساعده مجانا يعني توجيهاتي. بس هاي مصاريف واحد اثنين ثلاثة اربعة. راح يخلي يجربون حيكون الحكم بيها تعويض مال عليهم عليهم مال يعني خلي حاولوا محاولة شو القضاء العراقي النزيه. بده ينظر هالشغلات هذه. بس هي المشكلة هذا القضاء العراقي رغم هذه ما قيل وقال انه القضاء لا زال يتمتع بالنزاهة والنزاهة. المشكلة انه بس المواطن نفسه يعني اذا فتح هذا من نقابة المحامين يروحون الاتحاد الحقوقي من نقابة الجهتين قانونية ويشوفون هالاعمال. انا قبل اكيد راح اشوف حكم علاقتي مع رئيس الجمعية. نعم. يساعدهم ويوجههم ولعلهم نصل الى مرحله اذا صارت راي عام. نعم. الراي هذا راح يتوسع هذا الراي للمطالب بحقوقه. طيب استاذ تعتقد بان هذه القضيه نفسها تنطبق عليها الخيانه العظمى على اسماء مهمه اللي هم اتفقوا على الله على الاستاذ احنا بلدنا خليكم صريح وياك بلدنا انباع انباع الاجنبيه كلها خيارات بلد من 2003 مو خيارات اللي يقتل المواطنين شنو هذا؟ اللي يقتل ابناء جلدك لما هل هو خائن للشعب والوطن؟ انا لا اتحسب رايي اما القانون قانون قانوني انا قانون خير هم تعتبر هم هم يعني يبيع بلده للاجنبي يعني ما شاء الله احنا ما قدروا هسه احنا الاخوان بائعين يحكمون كذا كذا القصير. الخيانة العظمى لهم فهم خاص يعني الخيانة العظمى ما ينطبق عليهم لا 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 هم التجسس الخيانة العظمى هذا هي انتهاك او هاي يعني ممكن على الخيانة بس ممكن إقامة دعاوى جزائية على دعاوى جزائية دعاوى بدون مطالب التعويض. طيب أستاذ الحالة إذا يقول بينهم مواطن عراقي واحد بده يرفع دعوة قضائية على شخص معين اللي هو هسه هذا اللي هسه حاله خلص المده مالته داخل نرجع على هذا الرجل هذا موظف لدى وزاره الداخليه اسمه هو هذا الشخص اللي هو هو الاول والاخير اللي هو الواجهات الجابر هو الشخص الاول والاخير اللي هو الاخوان المسجون يرجعوا على الوزير تابع مدفوع بحكم القانون حكم القانون هذا تابع الوزير هذا ما مش عنده وجهات حكمته بمليون دولار مين يزدز بس هناك عدة دولة جاهزة يعني وزارة الداخلية تتمنى التعويض عن الأضرار إصابة المواطنين. حكم التابع مفهوم أحكام القانون المدني. الجابري وغير الجابري هم التابعين إلى وزارة الداخلية. وزارة الداخلية تابعة للحكومة العراقية وتابعين للدولة العراقية. ما حكمها أحكام القانون المدني إلى ثبت اكو تقصير من قبل الداخليه وهذه الاحكام موجوده عندك هو الاحكام الصادره من بريطانيا الاحكام الصادره من هذا عن طريق ان صح وجود هذا يعني ان صح توجه محكمه الجنح بالحكم بالاحتيال هاي كلها المشكله بين حاكميهم بس اثنين ما حد انا ما في قرار قرار مفهوم الدعاء العام يتحرك زين وين يتحرك الدعاء العام كل محكمه الجنح بها الدعاء العام والدعاء العام هو يمثل الشعب يمثل المواطن لان لازم يصير دعاء العام الدعاء العام هو يتابع هو يحرك هو يتحرك هو يتحرك يميز واكو بعدين مجال اخر هو الطاعه اللي مصلحه القانون يقدر يتعب القرار خلال فتره مو من الشهر اكثر من شهر يعني يسوي الحكم وخلص يعني ما حد يقدر يسوي استلمات على هذا الحكم بعد من يستلم بس المدعي العام من هو هي مشكله الاحتيال
المفروض هناك قدح طالع عليه احكي له عليه. احنا الشعب كله طالع عليه باجهزه فاسده. يعني قوسين طبخوها بهدف غلقها، وان شاء الله بدون غلق بعلم الجهود الخيرين والطيبين. الله يبارك فيك استاذ. زي ما استاذ الله يريد انا اكرر، هم اذا المواطنين يقدروا يراجعون نقابه المحامين وجمعيه حقوق العراقيين بهدف مساعدتهم بالموضوع هذا، اذا جبتهم التوجيه القانوني الصحيح. التوجيه القانوني، التوجيه القانوني الصحيح. وانا ماني ابد الاسبوع الجاي راجع بغداد واقدر اساعدهم في الموضوع هذا. ايش انا اشكرك استاذ. زين اسالك هنا بدي اسدون مخالفه دائما المهنه. لا لا استاذ، كشف عضو لجنه الدفاع كشف عضو لجنه الدفاع النيابيه حاتم الزاني الخميس عن عزمه تشكيل هيئه المحامين للحاق برجل الاعمال فاضل الدباس في محافله دوليه. شو هو النائب حاكم الزاهلي مطلع على اوراق وهو يعرف ما هو المبتهنين بها. فهذا بس رجل الاعمال معلوماتي انا شخصيا ممكن يجيب، بس هو حيخلي هيئه من المحامين والحاكم. ما هو هذا رايي انا عجبني. بس هو هذا يعني هذا حاكم الزاهلي سيد حاكم الزاهلي يتابع القضيه من اساسها، من المسؤول؟ من ضمنهم الشخص اللي قاله هو صح ولا لا؟ يعني معناها لازم مو بس هذا الشخص، يعني معناها الشخص اللي قاله سلسلة ابتداء من الامر الوزاري الى اللي خول وزير التفاوض يراجع ويوقع والدفع، ما دام له علم بان هذا الجهاز غير فعال وغير جهاز ادى هو مساهم وشريك بجريمه استيراد المواد او الاليه الغير جاهزه مثل تفجير. ماني اشكرك استاذ، شكرا جزيلا لك لحضورك ويانا داخل الاستديو. ان شاء الله خير. الله يبارك فيك استاذ. ان شاء الله ننقذ هذا الشعب. هي الدعوه الاولى والاخيره ان شاء الله. يعني ماذا انا اقول؟ شنو الشعب العراقي؟ ما اعتقد. لا احنا تواجد من مفوت ولا ما تقول انه هو شيء عراقي، تقول بانه دير العلم العراقي. ما هو شيء عراقي، العراقي ابتلع العمره ظل ينقتل ويبذل بهدف تهجيرها حتى تبقى البلد الى السهايل وعملاء الاستعمار. ان شاء الله يجي اليوم اللي نلتم به مره ثانيه كله ببغداد الحبيبه. الله يخليك سلام. ان شاء الله. ايها المشاهدين، بختام نحب نوجه رساله لكل جمهورنا. هاي رساله معروفه. احنا ما نريد نشبه مثل بقيه الدول. ما نريد نكون مثل شوفوا مصر شلون بدات تتغير خلال اشهر معينه، وقدروا يوصلون الى مرحله الامان خلال اشهر معينه. لانه مصر حضارتها رقم واحنا حضارتنا رقم. بس لو نرجع احنا على العداله وعلى القانون، فالعراق هو اول من كتب القانون. اكيد ان شاء الله راح نلتقي لكم حلقه جديده من برنامج سياره القانون. في امان الله.